السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، أهلا بإخواتي وحبايبي ومتابعيني بفيديو العسل كله. جايبالكم النهاردة قمصان الزمن الجميل وجلاليب وبجامات. عندنا كل المقاسات يا بنات، خلي بالكم مدام نورة موجودة معانا في معرض بداية في محرم بيه في اسكندرية، موجودة لغاية آخر شهر 7. فاللي عايز ينزل بسرعة، المعرض مفتوح من الساعة 11 الصبح لتسعة ونص بالليل، فنلحق بسرعة كده ونتفرج على الحاجات اللي نهات بقى والحاجات الفسكوز القطن، وكمان عندها بلوزات فري سايز، أسعار حلوة قوي هتشوفوها. يلا بسرعة نشوف المكان فين. وتعالوا بقى النهاردة نروح كده رحلة للزمن الجميل. جايبالكم القمصان اللي نو، الحاجات القطنيات بتاعت زمان، بتاعت الزمن الجميل فعلا، تلبسيها كده كأنك حاجة كده جميلة وصحية جدا. عندنا نص كم، وعندنا قط، وعندنا حمالات وبجامات. ده غير يا بنات كمان عايزة اقول لكم على ايه تاني، في مقاسات كبيرة، فالحقوا المقاسات الحلوة دي. تعالوا اقول لكم العنوان بقى كده، اسكندرية محرم بيه. النهاردة مدام نورة موجودة في محرم بيه، موجودة لاخر شهر 7. محرم بيه شارع الرصافة، بصوا قصاد سوبر ماركت التمساح. هي فين بقى؟ في معرض بداية. ادي معرض بداية، هتدخلوا وهتقولوا بس فين مدام نورة. تمام، الحقوا بقى الحاجات الحلوة دي، وتعالوا يلا دلوقتي نشوف احلى حاجات موجودة. عليكم السلام. ازيك يا مدام نورة، عاملة ايه؟ الله يخليكي يا رب. حلو. عايزة اقول لك الفيديو ده هيفرح ناس كتير قوي، عشان انت بتجيلنا من سنة للسنة. جميل، وانا مبسوطه خالص اني اشوف الناس الجميله. حبيبه قلبي شفتك يا مدام، جايه النهارده بقى تدلعي الاسكندرانيه وتجيبي لهم احلى حاجات بتاعت الزمن الجميل. طبعا يا بنات احنا موجودين في المعرض بتاع بدايه اللي في محرم بيه في الرصافه، قصاد على طول سوبر ماركت التمساح. تمام، انا كده كده انا وريته لهم من بره يعني. تمام. اول حاجه عندك ايه بقى من الحلويات بتاعتك؟ واو، حاجات الزمن الجميل. يا سيدي يا سيدي على الحلاوه، بصوا التطريز. أيوة. ده بقى شغل مدام نوره الجميل ده. ايوه، الخامات الناس طبعا اللي واخده الخامات عندي الوانها كلها اهي، يعني الحماله الشكل ده كل ده الوانه، الوان وتطريزات مختلفه طبعا. كل تطريزه في يا نهار ابيض، ايه الاحمر العسل ده؟ بصوا يا بنات الجمال ده، في مقاساته لغايه كام كده؟ حلو، مقاسات خاصة كمان موجودة. دلعي نفسك بقى والحقوا مدام نورة، لسه واصلة طازة. بصوا الجمال، في كورنيشة كده. ابو حمالة ده بكام؟ ده 170 عشان خاطر 170 يا بنات، بالقماش الحلو ده. انتوا عارفين الخامات بتاعت مدام نورة. ده بقى كورنيشة، ده كورنيشة طيب عشان يهفف كده وانت قاعدة في البيت. ده كورنيشة في الوان ومقاسات برضه، ده برضو مقاساته كبيرة؟ في مقاسات كبيرة برضو. حلوة أوي، بصوا الحلويات والجمال، الله ينور. بصوا الحلاوة، ولا الأصفر ده بقى. وبكام أبو كورنيشة؟ ده 200. ده 200. وبيادة وبأمانة، الأسعار دي ما تلاقوها بره يا راجل، بس عشان خاطركم عشان خاطر مدام نورة. ربنا يخليك يا مدام نورة. ده كده كورنيشة، في حاجة تانية بقى. ألوان كتيرة أهي، يعني بصوا الحلاوة. الاشكال اللي انتوا عايزينها. عايزه اقول لكم يا بنات، الناس اللي اول مره بتشوفنا، الخامات دي خامات الزمن الجميل، اللي هي اسمها لونيه لينو 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 قطن. بص بقى، لو عايزه جلابيه حلوه كده، واو، شايفين الشياكه والرقه؟ الحاجات دي بتفكرنا بالناس الحلوه والله العظيم والذكريات الجميله. بصوا الحلويات بكام، ام نص كم؟ 250. واو، اللون ده مش احمر، بطيخي كده. يجنن يجنن اللون ده، الله. ده نص كم ولا؟ الله، حلوه قوي دي، الله على الشياكه. وريها لنا كده شويه مدام نورة، بص الحلاوه. تمام، الاحمر اللي هو النبيتي شويه، 250 اللي هي النص كم، حلوه قوي. وعندنا مقاسات كتير، ودي الوانها ابيض واصفر وموف. في الوان كتير، في بيجامات شورت برضه. انا والله واخده لبناتي، انت عارفه بنتي دلوقتي لسه بتقول لي ايه؟ يا ماما مش بستريح الا فيهم والله. خاماتهم تحفه، عامله منه على مشجر في ساده كده، وعامله ساده في ساده، يعني انت عامله بيجامه لون واحد. وفي اهي مقاساتها، وريها لنا كده مدام نوره، امسكها لنا كده. بصوا يا بنات البيجامه، بقول لكم عن تجربه تحفه. جميله، ثلاثه عجبوهم قوي، جربوهم عجبوهم قوي بصراحه. الناس اللي بتحبوا قوي
تاني. احنا كده البيجامات اللي هي السادة بس ولا في بيجامات تانية؟ بيجامة مشجرة. هي دي اللي انا واخدة منها للبنات. بصوا العسل وادي الشورت بتاعها. بس ده مقاس حلو. ده مقاس كبير. بصوا المقاسات قد ايه؟ تحفة. ايوة. بصوا الوان تحفة يا بنات تحفة. لو عروسة بقى وبتجهزي ما يفتكيش الحاجات الحلوة دي. الله ينور. وبكام البيجامة؟ 200 جنيه. اي مقاس. اي مقاس. الله دي حلوة قوي. بصوا العسل. عندنا نوعين قماش. اللي نو والفسكوز يا بنات. يا سيدي على الحلاوة. قمر قوي. اللي يلبسها ما يسلهاش. تعالوا بقى ندخل على حاجات تانية. ايوه حلوة قوي جميل. كروشيه على الصدر كده. شفتوا الحلاوة بقى. وعندي منه الوان جميلة. واو. بصوا العسل بقى. عايزة مقلم موجود. بص ده شانيل كده مش طويل قوي. عايزة ملون موجود. عايزة منقوش. بصوا المشجر ده يا خرابي على الجمال. شايفين يا بنات؟ شايفين الشغل اللي هنا ده؟ بصي القماشة وانا ماسكاها مريحة. بصراحة. وبكام ده؟ 200. تمام. طبعا. الحقوا مدام نورة بتيجي مرة واحدة في السنة خلي بالكم. فالحقوا خدوا بقى. بس الشياكة. الله ينور. زي العسل. دي عبايات فسكوز. بصي الاشكال الحلوه دي. جميله. والعبايات بكام؟ العبايات عشان فاتتكم 220. 220 يا بنات العبايات دي. كل المقاسات. الله. كل العسل تحفه تحفه. عندي مقاسات كتير. بصوا بقى المقاسات. واو. مقاس كبير قوي ده. ده 4 اكس ده ولا 5 ده اكتر كمان. انا ببيعه عندي في القاهره ب 250 بس. عشان فاضل مكان مدام منى عشان فاضل. يا حبيبتي حلوه قوي. في عبايات قصيره كمان اللي كانت ماسكاها مدام من ورا دي. بصوا الشياكه دي شانيل بقى. لو عايزه تقعدي كده مرحرحه بقى في المصايف كمان. يا طول انا بس انا قصيره احنا قصيرين زي بعض. دي الوانها يا بنات. العبايات الشانيل برده ب 200. 220. حلوه طويله شانيل ب 220 كده. اتفرجنا على الجزء ده. في ازرقات طبعا. يا لهوي على النقوشات وجمالها. بسم الله ما شاء الله. الوان كتيره جدا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ ولا ده بقى شكله خطير يجنن ده. بصوا يا بنات بقى الناس اللي بتحب الازرقات تحفه. 220 بس بالخامه القمر دي. في بقى قط كورنيشن. ده شكل تاني خالص. حلوة قوي. بيسادة. بيسادة منه. حلوة قوي. اللبس جميل. الخط برضه عامله سادة كده. زي الفل. الله ينور عليك. ودي بكام دي؟ دي 200. 200. دي الكورنيشة برضه بس عاملها استك. الله. عشان انا طلبت مني الاستك ده. انت عندك كذا موديل يا مدام منورة. بصوا يا بنات الاستك ده. عامله استك. بصوا. لا تحفة طبعا. جميل. الوان كتير منه برضه. تمام حلو قوي. احنا كده طبعا بنوريكم حاجه. تعالوا انتوا بقى خدوا اللي انتوا عايزينه. والوان ولا الالون ده؟ بصوا بقى. بصوا الدلع بقى. ايه العسل ده؟ جميل ما شاء الله. وفي كمان برموده منها. يعني كل حاجه متاحه ما شاء الله. الاوبشن كله عندنا. بصوا دي برموده. البرموده بكام؟ البرموده 220. حلو قوي. تمام. بصوا دي الوانها ولا دي؟ الوان كتير. والوان عندي كتير جوه برضه. حلو. في بالصدر المربع ده ناس بتحبه قوي برضه. حلوه قوي. في الوان كتير منه برضه اهي. ده ب 200 برضه؟ 200. الله. كورنيشه ده ب 200. شوفي بقى حضرتك يعني الاسعار بتاعتنا من بين 170 لغايه 200. وفي 220 و250. اغلى حاجه عندي 250. تمام. حلوه قوي. بس دي يا بنات لو موجوده كنت صورتها لكم. لسه هتيجي ان شاء الله. جايه في الشهر زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله. في بنطلون الحماله الناس بتحبها اهي. الله. بصوا العسل. الشجاره دي ب 150. دي ب 150. والحماله التطريز. بس
170 الاثنين احلى من بعض بجد يعني. الله حلو قوي الاصفر ده، نورك ده وانت قاعده في البيت كده. عشان خاطركم بس النزله عشان خاطر مدام. الله يخليك يا مدام نوره. بصوا بقى العسل، الله اخر جميل. ده دانتيل اه واستك في الظهر كده عشان يبقى مريح كده في الظهر. وده بكام اللي هو ابو استك في الظهر؟ ده عامل الناس كلها بجد. اه ده برده 150 عشان خاطر 150. لا انت كده عامله معانا واجب حلو. احنا عندنا بلوزات ايوه مش كده؟ فاكرين البلوزه اللي كانت مدام نوره لابساها في اول فيديو؟ عجبتها قوي عليا. ايوه بصراحه كانت قمر عليكي. بص يا بنات عامله لنا بكام بقى؟ دي 250. 250 يا بنات بالتطريز. بصوا بقى الهاند ميد بقى وكتان، يعني حاجه يدفع فيها الفلوس وانت مطمنه. بصوا في منها ابيض برده بس تطريز تاني، عامله تطريزات مختلفه. بصوا الشياكه هي وان سايز او فري سايز. بصوا الصفرة دي كمان، الله. وفي بقى حاجات تانية زي كده هي ب 250 صح؟ اه تمام. ميزات طويلة في سكوز برضو. اه انا شايفاها بتلبس حلو يعني. حلو مرتاح. اه وبكام دي؟ دي ب 250. 250 يا بنات. وعندي بلوزات نص كم ب 150. اه 150. الناس اللي مش محجبات ممكن ياخدوا البلوزات الحلوة دي. اه نص كم. بصوا يا بنات 150 كمان على الخامات دي يعني. اه حلوه قوي، عندي تشكيله كبيره يعني. لسه في حاجات كمان ما اتحطتش. تحفه قوي ده الكارديجان ب 200. اه حاجات ما اتعرضتش، ده احنا بنعرض يعني ايه المثال عشان انتوا تيجوا ان شاء الله تنورونا. انت موجوده لغايه امتى مدام نوره؟ ان شاء الله لاخر الشهر. لاخر شهر 7. المقاسات الكبيره بتخلص عشان ايوه ده تنبيه هام اتنشن. المقاسات الكبيره اللي عايزها يجي بسرعه عشان ما شاء الله بتتخطف خطف. متشكرين يا مدام نوره، الله يخليك. ومنوره اسكندريه. شكرا يا حبيبتي، الله يخليك يا رب.